المخصص لسن اللقاية. المسافة هي 5 كيلومترات. الشوط الثاني في مجموع أشواط اللقاية المحليات لأبناء القبائل، مباشرة مع الصدار الأولى، مباشرة مع المركز الأول. هنالك هملول للسيد حمد بن عبيد بالحلوس العامري، وهذا الشعار المتميز، مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الثاني أيها الأخوة، هنالك زعفرانة للسيد محمد بن عوض بن حمد الخاصوني مع ثاني المراكز. بدوري أنتقل إلى المركز الثالث وإلى الاسم الذي يتسلل من الجهة الأخرى. هنالك وصول من الشاهنية للسيد سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي، من تحتل ثالثا، بينما المركز الرابع، المركز الرابع أيها الأخوة، هنالك الشاهنية لسيد سعيد بن علي بن نحير الدرعي مع المركز الرابع. وخامسا وصول وقوة من قبل الهدى للسيد ناصر بن علي بن طناف الدرعي، وصل من المنطقة الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، فأهلا بالأشقاء في بلدهم الثاني. مباشرة أنتقل بدوري إلى منصورة للسيد أيضا بطي بن ناصر بن حمود المالكي. مرحبا يا أبو محمد وبشعار الذي دائما يبحث عن الفوز والانتصار. هنالك ايضا وصول وقوه من قبل هملوله للسيد محمد بن سعيد بن حمرور العامري، تحتل المركز السابع الان، بينما ثامن المراكز، المركز الثامن هنالك محنه للسيد راشد بن يابر المنهالي، من تحتل الان المركز الثامن. وكذلك وصول هنالك ايضا من اسم قادم بكل قوه تحمل الرقم 130، تنضم ضمن الاسماء المتقدمه. وهنالك ايضا وصول ايضا من قبل الشاهنيه الغدير بسعيد بن غدير الاكتبي، وهنالك ايضا اسم قادم بكل قوه على المركز التاسع ايها الاخوه من قبل الاسماء الباحثه عن الفوز وعن الانتصار، احد الاسماء المجهوله عاشرا ايها الاخوه. هنالك مشهوره لعلي بن طحنون بن يابر المري مع المركز العاشر. 10 اسماء، 10 شعارات مع هذه الاعداد الكبيره، مع هذه الاعداد التي تشاركنا في شوط من اشواط النخبه. اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى التغييرات اللي جرت وطرت على المقدمة، ولكن ما في منافس ولا في أي تغييرات. ما شاء الله، هملولة 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 ما شاء الله، بخطى ثابتة تقود لها من الأسماء الكبيرة، تقود لها من الأسماء العملاقة. هنالك هملولة للسيد حمد بن عبيد بالحلوس العامري على الصدارة الأولى وعلى قمة هرم هذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني الشاهنية سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي، من تحتل ثانيا، بينما المركز الثالث ايها الاخوة الكرام هنالك الضيوف الهدى ناصر بن علي بن طناف الدرعي مع المركز الان الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ايها الاخوة الكرام، هنالك الشاهني غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي، اذا كانت تحمل الرقم 130، وايضا هنالك وصول وقوه واثاره من قبل الضبي عوض بن مهدي الاحبابي يشاركنا باسم الضبي. هنالك ايضا الاسماء القادمه، الاسماء الباحثه عن القوه، الباحثه عن الفوز وعن الانتصار، الدكتور خلفان بن هلال بن محمد يتدخل بقوه وباثاره، بينما هنالك الشاهنيه للسيد ناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي. وهنالك الوصول من المركز الثامن ايها الاخوه الكرام من قبل الشاهنيه سعيد بن علي بن نحير، ولكن من هنالك تدخل في هذه اللحظات الدرعيه محمد بن نخيره الشريفي، ينضم الى الاسماء المتقدمه، الى الاسماء الباحثه عن الفوز وعن الانتصار. هنالك الشاهنيه مبارك سعيد بن محمد الكليلي يتدخل ايضا ضمن الاسماء الباحثة عن الفوز، المنافسة تنضم الى المركز التاسع. وفي المركز العاشر ايها الاخوة الكرام مستمعينا متابعينا الاعزاء، هنالك وصول من قبل الشاهنية عبد الله بن سالم بن ثعلوب ينضم مع المركز العاشر. 10 اسماء، 10 شعارات متواصلة، ونحن على الهواء مباشرة، والاعلان عن المسافة 1200 يا اخوان، 1200 ما تبقى من عمر هذا الشوط، 1200. من هنالك في المقدمة؟ من هنالك في الصدارة؟ هنالك الشاهنية،
الشاهينية ما شاء الله. غدير بن سعيد بن غدير الكتبي يبيلها خاطري يا ابو سعيد مع هذا التقدم الملحوظ والقوة والإثارة. المركز الثاني هنالك الشاهينية وهملولة حمد بن عبيد بالحلوس العامري. والمركز الثالث هنالك ايضا تدخل قوي من قبل ضبي عوض بن مهدي بن هادي الحبابي ينضم الى المركز الان الثاني وعينه على المقدمه ويلاحق الاسماء الباحثه عن الفوز وعن الانتصار. هنالك من تتدخل في هذه اللحظات الدكتوره والعده الطبيه التي ترافق الدكتوره التي تندفع نحو الهدف الى امام ان شاء الله دائما وابدا في هذه اللحظات. وصولها الدكتوره خلفان بن هلال بن محمد النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع ايها الاخوه هنالك الدرعيه محمد بن نخير الشريبي وال500 متر النهائيه ال500 متر الاخيره. والضبيه ما شاء الله الضبيه على المقدمه الضبيه على الصداره. القوه والاثاره والمتعه مع الضبيه ما شاء الله يا الضبيه. انطلقت الضبيه الى الامام تقدم الى الفوز انتصر ما شاء الله. المركز الثاني ايها الاخوه فهنالك الشاهينيه غدير بن سعيد بن غدير الكتبي تلاحق ايضا وتحاول استعادة حقوقها المنهوبة الشاهينية المارك الشاهينية الدماء الشاهينية. هنالك القوة والإثارة. الله يا دبي الله يا بن غدير الله يا الشاعر الله يا الكتبي. هذه هي الشاهينية. هنالك نزوة وصباح الخير وجود مورنينج واسعد الله صباحكم بالفوز وبالانتصار. هذه لحظات الوصول غدير بسعيد الكتبي. المركز الثاني العوض بن مهدي بن هادي الحبابي. المركز الثالث هنالك الشعار الكليري تتدخل الشاهينية مبارك بسعيد محمد الكليري. المركز الرابع ايها الاخوة الكرام سرابة احمد بن الشيبة بن صالح المزروعي. المركز الخامس ايها الاخوة الكرام فكان النصيب الدكتورة خلفان بن هلال بن محمد النعيمي. هكذا الشاهينية والقصة الشاهينية القوية الحقيقة التي أتت في صالحها الحقيقة توفيق الله ثم قوة وخبرة مالكها التي وصلتها إلى هذه المرتبة المشرفة الحقيقة التي تستحق التمجيد والثناء. التوقيت الزمني من رحلتها الموفقة الخمسة الكيلومترات التوقيت هو 7:51.06. التهنية لشاعرنا غدير بن سعيد بن غدير الكتبي على فوز الشاهينية. بينما المركز الثاني اللي قدمت عرض ممتاز تشكر عليه توقيتها 7:52.01 كان من نصيب الضبية عوض بن مهدي بن هادي الحبابي. وفي المركز الثالث المركز الثالث 7:56.05 الشاهينية مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي. هكذا أيها الأخوة الكرام هي قصتنا الخامسة ولكن لم ننتهي بل تنتهي هذه المسيرة وتفتح نفتح صفحة ونطوي أخرى. هذه هي أيضا انطلاقة موفقة.